ذكر المجوي بوليتيك، حضرنا لكم دوسيه على لافير بوتزاري. بوتزاري افير صار عليها برشا حديث على الانترنت، لكن ما وقعش ما صارت لهاش تغطيه كبيره على وسائل الاعلام. نكتشف مع بعضنا خبايا افير بوتزاري في الروبورتاج التالي. بوتزاري 36، هذا هو اسم الهاشتاج اللي وصل ثاني ترند أكثر موضوع قاعدين يحكيوا عليه مستعملي تويتر في فرنسا، نسبة للبنية الواقعة ب 36 روي بوتزاري في 19 أرونديسمون في باريس. أولا خطرها رمز سوء معاملة السلطات الفرنسية للمهاجرين التوانسة، ثانيا خطرها كانت رسميا المركز الثقافي التونسي في باريس وفعليا مقر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل اللي يدير منه في أعماله في فرنسا. هات نرجعوا من الأول. الحراقة التوانسة اللي دخلوا من إيطاليا نهار 2 ماي 2000 تونسي ما عندهم ينيباتو في باريس، انتقلوا من جيمناز غو سيمون بوليفار لجيمناز غو دلا فونتين في بيلفيل في ظروف صعيبة، وفي كل مرة تخرجهم قوات الأمن الفرنسية. بعد سكنوا في بوتزاري نهار 31 ماي باش يقع طردهم نهار 7 جوان. البعض منهم عاود رجع للبناية قبل ما يعاودوا يطردوهم بأوامر من الحكومة التونسية اللي ألحقت المبنى بالسفارة التونسية في باريس نهار 16 جوان. انتخوتان بعض المهاجرين اكتشفوا برشا وثائق مهمة غادي، قائمة المنخرطين في التجمع في فرنسا، شيكات أو رقم صح عليها بن علي بيدو، تقارير عاملينهم عملاء التجمع حول تحركات الناشطين والمعارضين، وأدلة على الرشوة والفساد اللي كانوا مستفحلين في المؤسسة. وجود الوثائق هذه عمل ضجة كبيرة على الانترنت وجلب اهتمام برشا أطراف. الدوسي وصل يتباع ب 600 يورو تحت الطاولة، والحكاية وصلت للطرد والتهديدات بالقتل ضد إليزابيث لود وبول دا سيلفا، الناشطين الفرنسيين اللي ساندوا المهاجرين ودافعوا عليهم. صمت كبير من وسائل الإعلام الفرنسية على الحكاية، وصلت حتى لسنسرت مقال تنشر على لوبوست.فر يفسرها بعض الناشطين التوانسة بأن الوثائق باش تكشف تورط برشا مسؤولين فرنسيس مع نظام بن علي، خاصة أنه في الأوراق الرسمية المبنى على ملكية SAHLM فوايي يونيفرسيتير فرانكو تونيزيان اللي هي شركة سكرت من عام 75، بالإضافة إلى أنه كان مقر اجتماعات البوليس السياسي وكانت تصير فيه عمليات تعذيب للمعارضين. بعض الناشطين التوانسة قرروا باش يتحركوا لحماية الوثائق هذه نهار 15 جوان. المقاول علي القرقوري والمحامية سمية الطبوبي توجهوا لبوتزاري وهزوا حوالي ثلث الوثائق الموجودة في المبنى، وحاليا كل الناشطين اللي قاعدين يخدموا على الموضوع رافضين باش يسلموا أي وثيقة لوسائل الإعلام حتى لين تتم تسوية أوضاع المهاجرين التوانسة اللي بعد ما خرجوهم من بوتزاري ولاو يباتوا في جنينة لو بارك دي بوتشومون، وحتى غادي طردوهم قوات الأمن الفرنسيس وقطعوا لهم الخيم نتاعهم ودبشهم. بالنسبة للحكومة التونسية، مازال ما فماش سفير تونسي في باريس منذ 15 مارس، والسفارة أصدرت بيان أعلنت فيه أنه المبنى نهج غو بوتزاري وقع إخلاؤه بسبب أعمال العنف والتخريب اللي صارت فيه وشكايات الجيران، ولا ملحق أنيكس للسفارة منذ 15 جوان، ولذا ولت عنده الحصانة الدبلوماسية. المشكلة أنه جمعيات شيخبا وترانسبارانس انترناسيونال قدموا شكاية نهار 14 جوان تحل إثرها بحث ضد بن علي وحسني مبارك في قضية غسيل أموال وجريمة منظمة نهار 17 جوان. الحق المبنى بالسفارة يمنع العدالة الفرنسية من أنها تقوم بأبحاث ولا تطلع على الأوراق اللي فيه في إطار القضية، مسألة تطرح برشا تساؤلات حول إمكانية وجود رغبة في التستر على محتوى الوثائق هذه، خاصة كي نعرفوا أنه بعض وسائل الإعلام الفرنسية قالت أنه وزير الداخلية التونسي لحبيب الصيد وصل لباريس في زيارة ما تمش الإعلان عليها نهار 17 جوان. فاطمة، سفيان، ظهر لي في بالكم بالأفير بوتزاري فورسيمون تبعتوها شوية على الانترنت، شنو رأيكم؟ في النهاية ثم خنار كبير قاعد يصير، وثم ناس ما يعجبهاش بالكل أنه الأرشيف يطلع على خاطر نفوذها في الميزان. فأنا رأى أنه الحقائق هذه باش تطلع تو تغرى، وطال الزمن او قصر راهو الحقيقه باش تطلع. فمن المفروض انه العبيد اللي عندها نفوذ توا تساهم في كشف الحقيقه، والا سوف تساهم بطريقه او باخرى في زيادة ترسيخ التعتيم وترسيخ عدم الثقه. لخاطر احنا لو كنا نرجعوا في الاخر بالكل في النظام هذا اللي قاعد يخبي في الحقيقه راهو ما عندناش ثقه فيه. طبعا سفيان، حاب نزيد نقطة وبالكش باش نعمل الافوكادو جاب، انه نتصور انه الدولة حقها معناها تاخذ الماكسيموم دوكيومون وسورتو تعطينا الجارونتي اللي هما ما يفون با ديسباريت. فما ان طون ان مومون دو بوز، على خاطر نتصور كان اليوم نسأل نعملوا حتى ميكرو تروتوار نسألوا العباد معناها شكون لازم يتحاكم، نوصلوا لنتيجة انه العباد الكل لازم يتحاكم، نوصلوا ريسك سو كي اون ايتي كومبليس بار لور سيلونس. فما مسألة لازم تطرح اليوم على السين بوبليك،
La justice, oui, mais jusqu'où? Jusqu'où la justice? On va condamner tous les responsables, tout le monde est responsable, ne risque pas le silence. Il faut fixer où est-ce que s'arrête la justice, où commence la réconciliation nationale. On va dire, les hommes, tu traques balle, mais nous devons les procédures. Quand tu as le processus, tu as l'adèle à l'intégralé. Ah, l'adèle à l'intégralé, on a un bad. جيت معناها وهذا معناها نتحدى كي كونغ باش يلقى ممبر دو ما فامي في الار سي دي واحد برشا بيان سور فون ديتورني البروبو باش يقول لك يدافع على جماعه الار سي دي اكسترا ونتحدى كي كونغ باش يلقى لي واحد عنصر من الفاميليا نتاعي من الار سي دي اما فما عباد معناها كانوا يحبوا يعملوا ديزافير باش تعمل ديزافير في الوقت هذاك تي اوبليجي باش تمشي تعطي رشوه وتعطي فما افير من افير اي فما افير جوستومون يفو فيكسي وقتاش صارت لا جوستيس وقتاش تبدا لا ريكونسيليسيون ناسيونال سا سي ان ديبا لازم يتطرح ان توكا ها قاعدين نشوفوا حتى في فرنسا زاد خلط لهم الطش وخرجت ليست نتاع لي جورناليست فرونسي اللي كانوا تابعين نظام بن علي في لو كانار انشيني ميزا بار لافير بوتزاري. نرجعوا لافير بوتزاري كما شفتوا في الروبورتاج قرابه ثلث الوثائق توا عند المناضل علي القرقوري والمحاميه استاذه سميه طبوبي. ان شاء الله اون فو تياندرا انفورمي. الجمعه الجايه نعاودوا نرجعوا للموضوع هذا ونعطيكم اخر المستجدات فيه. بوز بيب صغيرة ونرجعوا باش نحكيو على The Buzz.